السائل ميم عين من الرياض يقول: لدى كثير من النساء مشكلة في قبول التعدد، وهي أنها ترضى بقدر الله قولا ولكن لا تستطيع تحمل ذلك الأمر، فأرجو من فضيلتكم النصيحة والتذكير بالثواب على ذلك إذا صبرت المرأة، كما أرجو أن توجهوا معشر النساء إلى قبول ذلك قولا وعملا، وجزاكم الله خيرا. الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب على الرجال والنساء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله بكل شيء عليم. فالواجب عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم الجزع، ويعلم الإنسان أن هذا بقضاء الله وقدره فيرضى بذلك ويسلم، ولا يكون منه فعل أو قول يتنافى مع الصبر كالجزع والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، فإن هذا من أعظم المحرمات، لأنه من أمور الجاهلية، وقد أمرنا بمخالفة أهل الجاهلية، ولأن فيه جزعا من قضاء الله وقدره، ولأنه يشق على النفوس ويبعث على القلق وعدم راحة النفس. أما الذي يرضى بقضاء الله قدره ويصبر ويحتسب، فإن ذلك يبعث في نفسه الطمأنينة، ويكتب الله له بذلك الأجر والثواب، ويخلف له خيرا مما فاته بالمصيبة.